يبقى في طلبه هتكون مخيفه اكبر وبشكل اكبر. المشكله كمان في انه هنا لازم نبحث في الاسباب التربويه والاسباب التعليميه والاسباب النفسيه والاسباب الاجتماعيه، وايه اللي يخلي عيال كده يقول لما نغتصبها ونصورها فنهددها فمش هتقول حاجه، استسهال هذه الحوادث بهذا الشكل. مين اللي قال لهم انه هينجو من تحت طائله القانون؟ مين اللي قال له انه حتى لما ينفذ خطته بهذا الشكل، يعني ممكن ينفذها طبعا مع واحده ومع اتنين ومع تلاته، واكيد في جوانب قصور لانه في عندي بنت تانيه هي التي قامت باستدراجها حتى يتمكن الذئاب البشريه من محاوله الاغتصاب. طيب مفيش شك انه تعالوا نشوف الحوادث اللي حصلت في حلوان بالامس. احنا قلنا لكم انه تركيز جماعه الاخوان الارهابيه على انه دلوقتي عمليات ارهابيه ضد بعض المحلات والكيانات الاقتصاديه الصغيره، بحيث انه كنتاكي انه يطفش اي مستثمر، وكمان المواطن البسيط اللي عنده محل يشعر بالاعباء المعيشيه والاقتصاديه ويقول ادى اللي جالي من 30/6، ادى اللي جالي من السيسي. هدفهم محاوله افشال السيسي وافشال 30/6 اقتصاديا ومعيشيا بعد ان فشلوا، استخدموا كل الوسائل لافشال 30/6 فشلوا، فبداوا الان هتلاقوا في محاولات لتحطيم واشعال النار في بعض المحلات الصغيره عشان الناس تعاني معيشيا واجتماعيا. لا تزال أعين الإرهاب الأسود لا تنام لتخرب وتفجر في مصر والمصريين. 5 تفجيرات في أماكن متفرقة في حلوان، لكن موعدهم كان واحدا، حيث انفجرت العبوات في توقيت واحد في 5 صباحا. إزاز الشقة كله طار في الشارع وبقى المنظر، والناس كلها اللي بقى يجري من هنا واللي يجري من هنا مش عارفين احنا في ايه ده، وكنتاكي ده عمال يطلع دخان وكان المنظر وحش قوي. كان التفجير الأول في مدرسة خاصة بحلوان، والتفجير الثاني كان أمام فرع كنتاكي، والثالث في فرع اتصالات حلوان، والرابع أمام بنك بريوس، والخامس بإدارة حلوان التعليمية. كنت جوا ولقيت بصيت لما لقيت فجارة تشتغل والدخانة ما نظرتش حاجة، الدخانة عمتنا ما فيش حاجة. تفقد اللواء خالد شاهين مدير أمن القاهرة مواقع التفجيرات، كذلك العديد من قيادات الداخلية. تفجير يعقبه تفجير، لكن لن تنال قوى الظلام من عزيمة المصريين وجيشهم وأمنهم. كنت شغال في المحل جوه، سمعت صوت الانفجار طلعت عليه على طول، كان في أذان الفجر بالظبط. أول ما الفجر قال الله أكبر سمعت صوت الانفجار، طلعت بره كده لقيت الدنيا هنا متدربكة خالص زي ما حضرتك شايفة كده، الدنيا بايظة هنا، وسمعت صوت انفجار تاني بس مش عارف كان فين وحتة بالظبط. اللي بيحصل ده ناس ما عندهاش لا اخلاق ولا عندها وطنيه ولا بتحب بلدها. اللي بيحصل ده اسمه تهريج، لان ده ضياع للمال العام اللي موجود عندنا. احنا فلوسنا دي هي اللي بتتحرق، قلبنا بيتحرق، ليه بنعمل كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم من الظالم. ربنا كانت سنة تكسودة يا مرسى علينا وعلى الجميع، كانت سنة تكسودة على مصر كلها. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل إرهابي في كل إرهابي بيدمر البلد حرام.
شوفوا بقى النتيجة، انه هل الناس بتهتز؟ لا، اللي انت شفتوه في نهاية التقرير ان الناس بتتوحد وتزداد تماسكا وتزداد كراهية لجماعة الإخوان الإرهابية وتزداد صمودا في مواجهتها. وبالتالي اذا كان الإخوان يتخيلون انه لما هيشعلوا النار في بعض المحلات وهيخلوا حياة الناس المعيشية والاقتصادية جحيم، انه ده هيضعف المجتمع، لا، المجتمع لن يضعف بل انه يزداد قوة وتماسكا. كمان ده حصل مسيرة الإخوان اللي قامت بإشعال النار في منزل وفي توك توك في الفيوم، لأن أهالي المنزل بيعلقوا على مصر وصورة الرئيس السيسي. هو الهدف، الهدف هو هتلاقوا في المحاولات خلال الأسبوعين الماضيين اتضحت خطة جماعة الإخوان الإرهابية سينا لكسر، هم يتوهمون ذلك، لكسر الرئيس السيسي وكسر الجيش المصري. ان وده طبعا لن الجيش المصري العظيم، اي جيش حينما يواجه عمليات ارهابيه كل الجيوش تتعرض لخسائر في العمليات الارهابيه. الخطه الثانيه هو انه حياه الناس لازم تتحول لجحيم، لازم الناس تشكو وتتذمر وتحتج وتغضب عشان بعد سنه بعد اتنين يطلعوا يقولوا انه احنا ما جالناش من 30/6 الا الدمار، لكن الناس تتوحد وتتماسك لانهم عارفين كويس انه 30/6 انقذت مصر. تعالوا نشوف ايضا هذه الواقعة في الفيوم في سلسلة عمليات جماعة الاخوان لاستهداف محلات وبيوت بعض المواطنين. عشان مسيرة بتعدي كل يوم بتعدي من البيت الجماعة الإخوان ولا في توك توك أكل عيشنا، وعشان أنا وقفنا لهم مرة واتنين وغو الساعة 2 بالليل ولا لنا في التوك توك، وده لقمة عيشنا موزع عيشنا وأكل عيشنا مع العلم مصر وصور السيسي، عشان كده ولا لنا في لقمة العيش بتاعتنا. يوميا مسيرات من 7 الصبح لغاية الساعة 12 بالليل بيعدوا من الشارع ده دايما. الراجل ده معلق علم مصر فوق البيت، راجل وطني يعني، ومعلق صور السيسي بيتلككوا عليه كل يوم، مره يطصوا يحدفوا بيتهم بالطوب. اخر مره طبعا تصدوا للمسيره اللي كانت معديه حوالي الساعه 2 الظهر، جو بالليل حرقوا له التوك توك بتاعه وولعوا في البيت بتاعه ومش عارفين نقعد من الاخوان. عشان احنا ناس يعني مهتمين بالسيسي وبنشجع السيسي، احنا نص قصر الباسل بالظبط بنشجع السيسي، بس مش هنقول لك كلمه واحده بس، ان هم حزب الله ونعم الوكيل في الاخوان. كل ما يفوتوا مصر يحفرونا بالتراب ويقولوا انتم من تبع السيسي، هنندمدمكم هنحرقكم هنعملكم بس، وانت بقى انتوا تتصرفوا بقى فيهم. مصطفى ذنبه ما عملش، ان هو مصطفى تبع، احنا تبع الجيش والشرطه، وقت بنقول عط مصطفى احنا بيت الحاج علي مصطفى، تبع الشرطه والجيش والوطن، ونموت في ده للوطن وفي ده البلد دي، نموت في ده البلد دي. والناس دي ناس خسيسة وناس إرهابيين، والمسؤولين نايمين في المحافظة الفيوم، مفيش حد بيدور على حد، مفيش حد بيسأل حد، ولا حد جسال عن الولد اللي اتحرق توكتو. واللي بيتصدى ليهم بقى بيتصادوا أخطائه ويقولوا بالليل آخر الليل بقى، يا يحرقوا بيته يا يحرقوا توكتو وأكل عيشه، وبيعملوا أعمال فعلا زي ما قال عم جمال خسيسة. فتيجي تقابل حد منهم مسؤول من الإخوان، ممكن يكون قريبنا إحنا يعني، إحنا لنا قرايب كتر في الإخوان، لك لا والله ما في اي حاجه، واحنا مستعدين نقضي اليمين يعني. هم بيطلقوا شويه ناس شباب صغير عشان يبقى بعيد عنهم وبعيد عن تصرفاتهم، طلقين ايده وحريته ان هو يحرق ويدمر ويخرب ويعلق صور ومش عارف ايه وانقلاب وكلام الفاضي ده كله.